وها هو الإعلام يدفع بدم أبطاله ضريبة الوحشية والغدر والإهمال واللا أمن. عريس الإعلام اللبناني في ربيع عمره ذهب على حدود لا لم ولن تعرف الهدوء والانضباط، لا قبل ولا بعد ولا خلال الربيع العربي والثورة السورية. هي ليست الرسالة الأولى ولن تكون الأخيرة، ولكن حمام الأمن الزاجل ينأى بنفسه عن كل شيء، وعاشت الشبيحة وكل من إيده إله. أثار مقتل المصور الصحفي في محطة الجديد علي شعبان على الحدود اللبنانية السورية مزيداً من التفاعلات السياسية الحارة مع الملفات الأمنية التي تتصاعد وتيرتها تدريجياً، وتوحي بتهيئة أجواء محتدمة ستشهدها جلسة المناقشة العام المقرر أن يعقدها مجلس النواب الأسبوع المقبل وستستمر 3 أيام. وعلى الرغم موجة الاستنكارات العارمة لاستشهاد المصور الصحفي الذي شيع أمس في مسقطه ميفدون، لم تغب ملامح الانقسام السياسي الذي واكب الردود المختلفة عن الحادث بعد أيام من مشهد مماثل نشأ عن حادث إطلاق رصاص قنص على مقر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب. ذلك أنه فيما أعلت أصوات جهاد معارضة تطالب الحكومة بالحزم في التعامل مع مقتل المصور الصحفي كانتهاك سوري للسيادة واستعجال التحقيق في ملابسات الحادث، في وقت لا تزال المتابعة اللبنانية الرسمية للحادث ظلت قائمة من خلال اللجنة الأمنية العسكرية المشتركة بين لبنان وسوريا. لكن السلطات اللبنانية تبلغت من الجانب السوري أنه متمسك بروايته للحادث والتي حملت جهات إرهابية مسؤوليات الحادث، ولم يتبلغ الجانب اللبناني تاليا أي نتائج رسمية سورية. أما فيما يتعلق بالتحقيق الجاري في محاولة الاغتيال، يبدو أن الهيئة القضائية المستقلة التي تضم القضاة حاتم ماضي وشكر صادر وعوني رمضان والمكلفة بت طلبات الأجهزة الأمنية المتعلقة بالحصول على داتا الاتصالات قد رفضت أمس طلب إعطاء الداتا الكاملة التي تقدمت بها قوى الأمن الداخلي قبل أسبوع في موضوع محاولة اغتيال جعجع. أشاعت الرسالة التي وجهها المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي أنان أجواء قاتمة بسبب إخلال دمشق بموعد أمس لسحب قواتها العسكرية من المراكز السكنية ووضع شروط جديدة. أنان الذي تفقد مخيما للنازحين السوريين في إقليم هتاي التركي قبل أن ينتقل إلى إيران رفض التسليم بفشل خطته، متسائلا عن البديل في حال فشل مساعيه. وصرحت موسكو التي استمعت أمس إلى وزير الخارجية السوري وليد المعلم على حظ دمشق على العمل بحسم أكبر لتنفيذ خطة أنان، كما ودعت الدول الأجنبية إلى استخدام نفوذها لدى المعارضة السورية للضغط عليها كي توقف إطلاق النار فورا. وعلى خلفية تصاعد غير مسبوق مع سوريا يزور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الرياض الجمعة لإجراء محادثات مع الملك عبدالله بن عبد العزيز تتعلق بالأزمة السورية. وفي واشنطن علق الناطق باسم البيت الأبيض جي كارني على الوضع في سوريا بقوله شاهدنا أدلة كثيرة على مزيد من الوحشية والقمع للمدنيين الأبرياء، وأضاف أن الحكومة الأمريكية تنتظر تقويم أنان لأفعال القوات الحكومية السورية، وأكد أنه لم يرى أي دليل على انسحاب الجيش السوري من المراكز السكنية، وأن أمريكا ستعمل مع شركاء دوليين على الخطوات التالية ضد دمشق إذا لم تنفذ التزاماتها بموجب خطة أنان. ميدانيا وفي وقت أعلن النظام عن بدء الانسحاب من بعض المناطق، قال المتحدث باسم الجيش السوري الحر لا ثقة لدينا بالنظام، سننتظر 48 ساعة، فإذا لم يوقف القصف ولم يسحب الآليات سنصعد عمليات عسكرية ونقوم بعمليات هجومية، فيما يعد انتكاسة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين وانتصارا أول للليبراليين واليسار منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط 2011. قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة أمس ببطلان تأليف الجمعية التأسيسية المكلفة وضع دستور جديد لمصر والتي اعترض عليها سياسيون وناشطون بحجة أن الإسلاميين هيمنوا على تركيبتها. وسجلت هذه الانتكاسة السياسية للإخوان في ظل توتر بينهم وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم قبل شهر ونصف شهر من الانتخابات الرئاسية الأولى بعد ثورة 25 يناير. وابل من الرصاص أدى إلى قتل الشهيد المصور الزميل علي شعبان، ورصاصتان كادتا أن تقتل دكتور سمير جعجع. فهل انتقلت لغة الإرهاب من التفجير إلى الرصاص والقنص؟ وهل الحكومة قادرة على كشف الفاعلين أم ستنأى بنفسها وتنتظر رصاصة الرحمة؟